الحمد لله احنا السيزون ده يعني سيزون مهم بالنسبه لنا، ان احنا السنه اللي فاتت كسبنا 5 بطولات، فالسنه دي مطلوب مننا اكتر من كده. كان عندنا بطوله عربيه يعني ما توفقناش وما عرفناش نكسبها، فبنحاول نعوض ونصالح الجمهور بطريقه معينه، هي ان احنا بندي رسائل. الماتش ده اي نعم هو ماتش مهم، بس في نفس الوقت هو يعتبر ما عملناش حاجه، لان الماتش ده تحصيل حاصل، بمعنى ان احنا لسه في الترتيب والحاجات دي لسه ما وصلناش للنهائيات. فهو مجرد رساله للفرق ومجرد رساله للجمهور ان احنا هننافس على كل حاجه ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله يعني نحاول نخلي الموضوع مكمل معانا لحد اخر السيزون باذن الله. احنا كان كل كلامنا ان فرقه الاتحاد فرقه كويسه جدا، فرقه فيها لعيبه على اعلى مستوى. ماتش السوبر كنا احنا مش موفقين وهم كانوا في حالتهم طبيعيه، فكان الموضوع صعب علينا وما كناش قادرين يعني نحاول نجاري الماتش، ما كناش عارفين الماتش هرب مننا، فبالتالي بنحاول نعوض نصالح الجمهور بحاجه الاول لحد ما نوصل للماتشات المهمه. يمكن عملنا فيديو ميتنج قبل الماتش واتكلمنا على كل اللعيبه عشان نعرف نوقف اغلب اللعيبه، فالحمد لله يعني الحاجات دي جت نفعها الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على المكسب، يعني المكسب مهم النهارده. المكسب ده فرقتين ما خسروش في الدوري، اللي يكسب النهارده يبقى هو متربع على القمه يعني بتاعه الدوري. دايما ماتشات اهلي واتحاد ايكوال، ما تعرفيش مين هيكسب قبل الماتش. الفرقتين اغلبيه اللعيبه لعيبه دوليه، الاجهزه الفنيه على اعلى مستوى. الحمد لله يعني النهارده يعني ممكن يكون المستوى المباراه كمباراه مستوى يعني فوق المتوسط، مش مستوى كبير، لكن طبعا كان المهم انك تخرجي بالمكسب النهارده. ان احنا الحمد لله لو مش ماشيين في الهجوم بطريقه كويسه، حاولنا ندافع بطريقه احسن ونقفل على مفاتيح لعب نادي الاتحاد السكندري. وفي ناس النهارده كان يعني زي ولتر ووج هجوميا او مؤمن خيري ما شاء الله في الاخر ماشيين كانوا كويس قوي، وكان هم دايما نقطه الخطوره لينا في الهجوم. وفي ناس دفاعيا على رسوم مروان سرحان النهارده اللي بشكره جدا في اخر المباراه، كان ليه دور دفاعي جدا في الاوقات الحاسمه. احنا عارفين ان الماتشات غالبا مع الاتحاد زي ما حضرتك قلت، يعني الفتره الاخيره احنا سافرنا لاعبين بعد 11 جيم، دول السنه دي لاعبين بعد 4 جيمات 2-2 وسافر كان 6-5، عارفين الماتشات كلها هتبقى طويله وهتخلص في الاخر، تبقى 1 بوينت جيم يعني، فهتخلص في الاخر. فاحنا محتاجين كوتش كان مدينا حاجه تكتيكيه بدينا بيها الماتش، قدرنا نلخبطهم شويه. الماتش كان في الاول سكورينج جيم، هاف تايم كان سكور مش عالي، بس قدرنا احنا دفعنا النهارده من احسن الماتشات اللي دفع فيها من اول الموسم، دفعنا كويس جدا، قدرنا نقفع مفاتيح لعبهم والحمد لله. يعني قدرنا في الاخر هوج يعني كلنا، هو النهارده كان يومه، قدرنا كلنا نساعده ان هو يعني في الهجوم ان احنا نروح له، هو اللي يخلص عشان هو اللي كان موفق النهارده. ودي مهم يعني ان احنا مش مهم مين هيجيب سكور، المهم اللي ماشي هو اللي بنمشيه في الهجوم.